السلام عليكم، مساء الخير. ما شاء الله وصل الجبل لكس الاليكس 600، طبعا ما هو باللون الاسود، شوفوا اسود ولكن هو اغمق درجات الرمادي، ما راح يوضح الا في النهار. ما شاء الله تبارك الله، هذا السبورت 2023 لون الجمهور، داخلية باللون الأحمر. ممكن في ناس كثير ما بيمدحوا الفخامة حقت الليكسز، ولكن في مدلولات على إنها سيارة فخمة. الملمس البسيط في السقف من أجود أنواع وأخف لايت، جدا جدا خفيف. أكلمك الكنتار، النوع اللي موجود، الجلود المستخدمة، نظام الصوتي، الاف سبورت الترحيبية. طبعا هذه خلفية السيارة من أجمل الخلفيات اللي نزلت لجيل الجيوب الليكزس، بسيطة وناعمة، يعطيك نظام الإضاءة العرضي. شوف الماتشنج الجميل بين لون الجنوط واللاين البلاك كروم. شوف الكواليتي والخياطات، الشيفت، تحكم فضيات القيادة، تخزين الثلاجة. موقع تشغيل السيارة في الجيل الجديد. في ناس كثير ممكن يقولوا انه هذا الجيب انا ما اصنفه من السيارات الفخمة اللي مثلا زي الجي كلاس او الرينج روفر. لا، سيارة ادائها ممتاز، فخامة بنفس المستوى، أداء رائع على الطرق الوعر، على كل الوضعيات. سيارة ما شاء الله تبارك الله، أرقامها هي تتحدث، يعني مبيعات، كم جيل من السيارة، لو ما هو ناجح ما يكمل للأجيال هذه. سيارة ما شاء الله تبارك الله أثبتت حضورها في كل المحافل الكلاسيكية الرسمية، وقلنا لجميع التضاريس.